شائعات وحقائق، ننشر الحقيقة من المصدر. الشائعة: تراجع عدد السفن العابرة لقناة السويس لاتخاذها مسارات بديلة. الحقيقة: هيئة قناة السويس تؤكد أن القناة تشهد تزيدا ملحوظا في عدد السفن المارة من خلالها، وسوف يظل مسار قناة السويس المسار الأقصر والأكثر أمنا للربط بين الشرق والغرب. الشائعة: إجبار أصحاب شهادات قناة السويس على الدخول في أوعية ادخارية جديدة. الحقيقة: البنك المركزي يؤكد استعداد البنوك المصدرة لشهادات قناة السويس لرد قيمة هذه الشهادات بداية من 5 سبتمبر 2019 حتى 16 من الشهر ذاته، وذلك وفقا لموعد استحقاق الشهادات. الشائعة: الاستقطاع من أرصدة المواطنين بالبنوك لسد عجز الموازنة. الحقيقة: البنك المركزي يؤكد أن أرصدة المودعين بالبنوك هي أموال خاصة لأصحابها، لا يحق للبنك الاستقطاع منها أو المساس بها تحت أي مسمى. الشائعة: إصدار وزارة المالية أدوات دين لسداد قيمة شهادات قناة السويس. الحقيقة: وزارة المالية تؤكد أنه تم توفير أموال الشهادات بالفعل دون الحاجة لإصدار أدوات دين أو غيره، على أن تقوم البنوك المصدرة لتلك الشهادات برد قيمتها لأصحابها في موعد الاستحقاق المحدد. الشائعة: مصر تواجه موجة غلاء بعد تحرير الدولار الجمركية. الحقيقة: وزارة المالية توضح أن تحرير الدولار الجمركي لن يؤثر على أسعار السلع بالسوق المصرية نظراً لتقارب مستوى سعر الصرف الحالي من سعر صرف الدولار الجمركي خلال الأشهر الأخيرة. الشائعة: استيراد ألباني أطفال غير مطابقة للمواصفات ودخولها السوق المصرية. الحقيقة: وزارة الصحة تؤكد سلامة جميع عبوات ألبان الأطفال المستوردة من الخارج والمتداولة بالأسواق المصرية ومطابقتها لكافة المعايير والمواصفات القياسية العالمية. الشائعة: فرض رسوم على خدمة الطوارئ بهيئة الإسعاف. الحقيقة: وزارة الصحة توضح أن جميع الخدمات الإسعافية الطارئة تقدم بالمجان تماما دون تحمل المريض أي تكلفة. الشائعة: امتناع وزارة التضامن عن إضافة العلاوات الخاصة ضمن الأجور المتغيرة التي يحسب عنها معاش الأجر المتغير. الحقيقة: وزارة التضامن توضح أن الوزارة تقوم بالفعل بحساب العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي ضمن حساب الأجور المتغيرة بنسبة 100%. الشائعة: حرمان الإبنة غير المتزوجة من معاش والدها عند سن 24 عاما. الحقيقة: وزارة التضامن تؤكد أن حالات حرمان الإبنة من المعاش تقتصر على حالتين فقط، هما الزواج أو الالتحاق بوظيفة تدير لها دخلا يساوي قيمة المعاش، وإذا نقص الدخل عن المعاش يتم صرف الفارق. الشائعة: جمع تبرعات من المصريين بالخارج لتمويل مؤتمرات وزارة الهجرة مع الجاليات المصرية. الحقيقة: وزارة الهجرة تؤكد التزام الوزارة بتمويل كافة الفعاليات والمنتديات التي تقوم بها في إطار دورها المنوطة به لربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم. الشائعة: تنظيم وزارة القوى العاملة رحلات عمرة مجانية للعمالات المصرية بالخارج. الحقيقة: وزارة القوى العاملة تؤكد أن الوزارة لم يصدر عنها أي تصريحات أو إعلانات في هذا الشأن. الشائعة: فصل أيام الحضور بين الطلاب والطالبات بالجامعات بداية من العام القادم. الحقيقة: وزارة التعليم العالي تشدد على أن نظام الحضور بكافة الجامعات المصرية لم يطرأ عليه أي تغيير وفقا للقواعد واللوائح المنظمة في هذا الشأن.